أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار مباشرة من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. في الصحراء الغربية عام من صمود أهل خيا ببوجدور المحتلة، وسلطانة تهز عرش الملك المغربي. غضب عارم في فلسطين إثر استشهاد الأسير سامي العمور بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال. خمس أو إجلاء والمئات من اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسية، آمال بانفراج أزمة المهاجرين. خمس عملات رقمية تصعد بقوة رغم سقوط الكبار. أهلا بكم من جديد. بداية، أنهت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا عاما من الصمود في منزلها المحاصر بمدينة بوجدور المحتلة، ونجحت بثباتها في تعرية نظام المخزن المغربي، فضلا عن لفت كبرى المنظمات الحقوقية العالمية للانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين. سلطانة في مواجهة ملك. سريعا انقضى عام على تاريخ فرض قوات الاحتلال المغربي الحصار على عائلة أهل خيا بولاية بوجدور المحتلة. كانت عودة الكفاح المسلح بين الجيشين الصحراوي والمغربي غداة خرق الأخير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العام 1991 إذانا لأن تعلنها سلطانة مدوية أن حي على الكفاح. لم تكن بفعلتها تلك أكثر من مناضلة صحراوية من فكت ثائرة على مدار سنين الاحتلال وعقوده، وليس لها على سوء ردة فعل جلادي المخزن أكثر من راية تعلقها فوق سطح بيتها المحاصر أو تحملها فتحمل معها هي الأخرى أحلامها بالحرية والاستقلال. عام من الشجاعة والصمود أمام جبن نظام المخزن الذي لم يتوانى في الدفع بجلاديه لممارسة شتى صنوف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي على سلطانة وأختها، بل وحتى والدتهما الثمانينية. ضرب، سب وشتم، سحل، حقن مجهولة، بل واغتصاب للمرأة أمام أمها تحت جنح الليل في حادثة قل ورودها في كتب النازية وجرائمها بحق الإنسانية. لكن سلطانة لم تحد قط عن مبادئها، فقد ظلت ثابتة متحدية جبروت محتل غاصب وجبان، فيما ظل زبانيته متخفين بأقنعتهم وكماماتهم تحت ظل كورونا. عام من الصمود صارت فيه سلطانة أيقونة وقصة إيمان ملهمة بالحرية والاستقلال. استطاع أهل خيا أن يجمعوا حواليهم العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في العالم منادين بعدالة القضية الصحراوية. لقد نجحت سلطانة وأهل خيا ببوجدور في نثر بذور انتفاضة قادمة بالأراضي الصحراوية المحتلة وإن طالت. أما التاريخ فلن يخطئ التسجيل في كتبه أن سلطانة صحراوية هزت عرش ملك مغربي. أعلن رئيس تونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، هي خطوة وصفها بالضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد بحسب تعبيره. وقال سعيد في كلمة لدى إشرافه في قصر قرطاج بالعاصمة تونس على أعمال مجلس الوزراء أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. في محاولة على ما يبدو لتهدئة معارضيه في الداخل والخارج، وبعد 3 أشهر من إعلان قرارات استثنائية أعقبتها أزمة في البلاد، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال إصلاحات على النظام السياسي تستجيب لمطالب التونسيين. وأعلم جيدا بعض التفاصيل، وستأتي اللحظة التي أعلن فيها عن كل التفاصيل حتى يتحمل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب.
نحن نريد تطهير البلاد. وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التونسي ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، لم يوضح سعي تفاصيل الجدول الزمني للإصلاحات التي يعتزم إدخالها على النظام السياسي، واعتبر أن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي للفساد في البلاد. الرئيس التونسي اعتبر الأزمات التي تعيشها تونس مفتعلة، يروم أصحابها إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. هذا فضلا عن القضايا التي تهم أموال الشعب التونسي الذي زادوا في تفقيره وفي التنكيل به بكل الوسائل، بقطع الماء، بقطع الكهرباء، بترك النفايات في كثير من المدن حتى تصبح القضية قضية نفايات لا قضية منظومة حكم. وكان الرئيس التونسي قد دعا في أكتوبر الماضي القضاء إلى تحمل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019. وفيما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور، تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. تسود حالة من الحزن على عائلة الشهيد الأسير سامي العمور في غزة الذي استشهد صباح أمس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحقه من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال. ويبلغ عدد الأسرى المرضى في السجون نحو 1800 أسير، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل. صارت صورته ذكرى لرحيله الموجع بعد 15 عاما من الأسر داخل سجون الاحتلال. فالأسير سامي العمور الذي اعتقل في 2008 وحكم عليه بالسجن 19 عاما تعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون ليعلن استشهاده. الموت ولا الخبر، إن الإنسان يموت ولا يسمع الخبر زين. يعني قديش إحنا ما شفناه، وقديش أنا ولو 15 سنة في السجن، يعني عمال يوفيني 15، وكان محكوم 19 سنة، وكان إحنا متأملين يطلع في الصف الأخير الجديد. يعني نقول إن شاء الله ربنا يطلع ونشوفه ونجوز ونفرح فيه، وخطبنا له على عروس على الفاضي، كله طلع، كل أحلام طلع. بطلت كل واحد مختص من الصليب، من الهيئة، من الرئيس، لكله أنا بطالب. بدي أشوف ألقي النظرة بعد 14 سنة. كنت مطمنة إنه يطلع لي يجيني، مش يروح لي على كفن. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتفتح هذه الجريمة وما أعقبها من موجة غضب شعبي وفصائلي ملف صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال. أنتم في العيون، أنتم يعني في قلبي المقاومة الفلسطينية، لن نتخلى عنكم، لن نترككم إلى عنجهية هذا العدو الصهيوني. وقريبا جدا إن شاء الله تكون صفقة وفاء أحرار قريبة وجديدة، فاطمئنوا إلى دار الله تعالى، واطمئنوا إلى ثقتكم بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام. باستشهاد الأسير الفلسطيني العمور يرتفع تعداد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا، وتبقى الخشية من ارتقاء المزيد في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم. بها طباسي، قناة الجزائر الدولية، غزة، فلسطين. اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وصوت لصالح القرار 157 صوت فيما عارضته 7 دول. بأغلبية ساحقة
قوامها 157 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عنوانه السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولسكان العرب في الجولان السوري المحتل، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قائمة الدول المعارضة. هذا الموضوع يعيد لنا إلى الأذهان بأن هذه القرارات التي تتخذ بحق القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني للأسف الشديد لن تأخذ حقها بالشكل الكافي لأنه لم يطبق منها أي قرار. لماذا؟ هنا السؤال المحير. راعي السلام أمريكا دائما ضد هذه القرارات مع إسرائيل وبعض الدول التي ليس لها ثقل سياسي في المنطقة أو في العالم. حزمة من القرارات الصارمة أصدرتها الأمم المتحدة تقضي بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، بل ومن حقهم أيضا المطالبة بالتعويض نتيجة استغلالها أو إتلافها أو بيعها أو تعريضها إلى الخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي يتخذها الكيان الصهيوني. هذا القرار والعديد من القرارات التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني تعيد لنا أحقية شعبنا الفلسطيني في السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة كما أقرت الأمم المتحدة والقرارات الأممية التي تتخذ بالشأن الفلسطيني. خطوة تأتي قبل جلسة خاصة ونادرة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب دول عربية. طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير في الدورة القادمة حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأراضي المحتلة وفي الجولان السوري. طلبت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني الخميس بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان بشكل فوري تعويضا عن بقعة زيت تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب عام 2006 أدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان. وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة مقابل اعتراض 8 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 7 دول أخرى عن التصويت. القرار أكد أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً. في العراق دعا زعيم والتيار الصدري مقتدى الصدر مساء أمس الخميس القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 من الشهر الماضي إلى ما وصفه مراجعة أنفسهم من أجل إعادة ثقة الشعب، ودعا أيضا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وحل الفصائل المسلحة غير المنضبطة وتسليم أسلحتها للدولة. خطاب الصدر يأتي بالتزامن مع تسريبات بشأن عقد القرى أو القوى الخاسرة في الانتخابات اجتماعا جديدا وسط حديث عن مبادرة جديدة للرئيس العراقي تهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد. وصل 460 لاجئ عراقي مطار أربيل مساء الخميس قادمين من بيلاروسيا في أول رحلة منظمة من قبل الحكومة العراقية، بينما بقي آخرون عالقون على الحدود معظمهم من إقليم كردستان العراق يعيشون هناك ظروفاً قاسية. إلى انفراج تمضي أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية أو هكذا يبدو، إذ وصلت أول رحلة إجلاء للمهاجرين على متن طائرة خصصتها الحكومة العراقية أمس الخميس أقلت أكثر من 430 عراقي إلى مطار أربيل ومن ثم إلى بغداد.
الحكومة العراقية ذكرت استعدادها لنقل مزيد من طالبي اللجوء الراغبين في العودة إلى البلاد في رحلات مقبلة، بينما قالت حكومة كردستان العراق إن 1500 لاجئ ممن يزالون على الحدود البيلاروسية وثقوا أسماءهم للعودة إلى العراق بعد معاناتهم الشديدة في تلك المنطقة، في حين لا يزال آخرون على الحدود البيلاروسية البولندية لعدم تمكنهم من الوصول إلى العاصمة مينسك. وفيما دعت منظمات دولية في بيان مشترك إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، أفادت إحصائيات بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم في تلك المنطقة جراء الأحوال الجوية السيئة وصعوبة التنقل. وضع إنساني سيزداد سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء، على أمل أن تجد الأزمة طريقها للحل قبل حلوله. حمل تجمع المهنيين في السودان الخرطوم مسؤولية الأحداث الدامية الأخيرة ضد المحتجين مهدداً بالتصعيد، في وقت لوحت فيه واشنطن بفرض عقوبات على الجيش، واتهمت الأمم المتحدة من جهتها الشرطة السودانية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. بعد أشد أيام دموية شهدها السودان نهاية الأسبوع إثر سقوط أكثر من 15 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، تجمع المهنيين حمل مجلس السيادة السوداني المسؤولية الكاملة عما وصفه بالمجازر ضد المحتجين، وأكد أن لديه فيديوهات تثبت ذلك مهدداً بالتصعيد. يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح واشنطن بفرض عقوبات على قادة الجيش. التطورات الخطيرة في السودان أثارت استياء مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة، حيث انتقدوا الأمن السوداني متهمين إياه باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، اتهامات قوبلت بالنفي من قبل الشرطة السودانية التي قالت إنها لم تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بل الغاز المسيل للدموع. الاتحاد الأوروبي هو الآخر دخل على خط الأزمة بإصداره بياناً بشأن ما يجري في السودان، حيث شدد على رفضه استخدام القوة ضد المتظاهرين مهدداً بوقف دعمه للخرطوم. حصل رجلان أمضيا عقوداً في السجن بعد إدانتهما بقتل الناشط المسلم والمدافع عن الحقوق المدنية مالكوم إكس عام 1965، حصل على البراءة أمس الخميس بعدما اعتذر المدعي العام لمقاطعة مانهاتن عن ما أسماه انتهاك القانون وثقة الجمهور، وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما أبطلت قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمي الإدانة ضد محمد عزيز ذي 83 عاماً وخليل إسلام الذي توفي عام 2009، وقال عزيز للمحكمة إن إدانته الخاطئة نابعة من عملية فاسدة في جوهرها، وهي عملية مألوفة بالنسبة للسود في عام 2021. أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني، وقدم عضوان جمهوريان وآخر مقرب من الديمقراطيين مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية. واعتبر الأعضاء الثلاثة إن هذه الصفقة قد تسرع سباق التسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة للخطر. نددت إيران اليوم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 6 أفراد وجماعة من إيران لمحاولتهم التأثير على انتخابات 2020 الرئاسية الأمريكية. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن المتهمين يشتبهوا في أن يكون قد بعث برسائل إلكترونية من أجل ترهيب الناخبين، فضلا عن محاولة اختراق مواقع مرتبطة بالتصويت في عدد من الولايات الأمريكية. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإيرانيين المتهمين بعث برسائل إلكترونية إلى آلاف الناخبين في أكتوبر الماضي، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر إن إيران تستنكر هذه العقوبات الأمريكية الجديدة غير المشروعة التي هي استمرار لسياسة الضغوط القصوى التي تبعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
انتشر عسكريون برا وجوا مساء أمس الخميس في غرب كندا في محاولة للاستجابة للفيضانات والانهيارات الأرضية الكبيرة التي خلفت قتيلا وعشرات المفقودين، بينما أصبحت أعداد من تم إجلاؤهم بالألاف، وجرفت الفيضانات عددا من السيارات وأغلقت العديد من الطرق السريعة بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية، كما تسببت في وقف خطوط السكك الحديدية. وتعد هذه الفيضانات ثاني كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادي في غضون أشهر. أعربت الصين أمس الخميس عن احتجاجها القوي ومعارضتها الشديدة لموافقة ليتوانيا على إنشاء ما يسمى مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وسيتحمل الجانب الليتواني المسؤولية عن جميع ما يترتب على ذلك من عواقب، وإنه لا توجد سوى الصين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. في الاقتصاد، ارتفعت قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات لتلامس 4 ملايير دولار منذ بداية السنة الجارية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذكر الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في جلسة في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري أن صادرات بلاده غير النفطية تجاوزت لأول مرة عتبة 4 ملايير دولار من الفاتح جانفي إلى غاية الأسبوع الماضي، وكانت صادرات الجزائر خارج المحروقات تجاوزت 2 ملياري دولار بنهاية النصف الأول من السنة الجارية. على الرغم من أن بيتكوين ما زالت تكافح لمعاودة الاستقرار فوق عتبة 60,000 دولار بعد انهيار الثلاثاء، إلا أن 5 عملات رقمية سجلت زيادات قياسية في مستهل تعاملاتها الجمعة من أصل 8,000 عملة افتراضية تعج بها منصات التداول عبر العالم. البيتكوين، الإيثريوم، بينانس وريبل، تعددت الأسماء لثورة واحدة تحت مسمى العملات الرقمية التي اجتاحت العالم الافتراضي وغيرت جذريا من مفهوم التداول النقدي في الأسواق الدولية. 5 سنوات منذ ظهور أول عملة مشفرة كانت كافية لأن تحدث البيتكوين أشهر عملة رقمية حالة الهوس العالمية في استقطاب الشباب والشركات العالمية وحتى الدول لدخول عالم تداول العملات المشفرة. هوس يغذيه تجاوز سعر العملة الرقمية من فئة البيتكوين الحد الأقصى التاريخي مرة أخرى بتجاوزه حاجز 68,000 دولار بارتفاع لامس 5% خلال جلسة التداول الثلاثاء المصارم قبل أن يتراجع بشكل طفيف خلال اليومين الماضيين. هوس دفع بالكثير من الدول للكشف عن نواياها لإطلاق عملات سيادية افتراضية على غرار إنجلترا التي كشف بنكها المركزي عن مشاورات مع وزارة الخزينة لبحث إمكانية تدشين عملة المصرف المركزي البريطاني الرقمية، وكذلك فعلت روسيا التي دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة لإطلاق عملة السيادة المشفرة. ولم تشفع تحذيرات الكثير من الدول من مخاطر التعامل بنحو 8,000 عملة رقمية عبر العالم الافتراضي من إقبال الشباب والمؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمار في تداول العملات المشفرة في مسعى لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق الربح السريع. تحذيرات بلغت درجة حظر التعامل بهكذا عملات في عديد الدول على غرار الصين التي شنت حربا ضد منصات تداولها داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى نفس التوجه ذهبت أندونيسيا أكبر اقتصاد إسلامي في العالم حينما لجأت لتحريم التعامل بالعملات المشفرة.
إلى الرياضية الآن، حيث يوارى أثر ظهر اليوم بمسقط رأسه بولاية زيوزو جثمان والملاكمي السابق الجزائري لصيف حماني الذي توفي الأربعاء الفارط بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 71 سنة. وكان في استقبال جثمان الراحل أمس بالقاعة الشرفية التابعة لمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة مسؤولون سامون. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Carton. Merci beaucoup. Et vous êtes là pour assurer la relève. On compte sur vous. Merci beaucoup. On est fiers de vous comme on était fiers de vous. Inch'Allah, Yarbé. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Bon courage, bonne chance. C'est son fils, oui. Conseiller du président. Allah yarhamou salih. C'est Moussa Nour, c'est Moussa Zahir. C'est Giro Hassioun Ourgaz. لوصف حماني دينا كان خاص يموت لمعنى يتجاد يتجادين يساد فرحيس ثمورتنا الزيال ثمنات القفايل. خسرنا بطلا وخسرت أبي، إنه نصفي. الحمد لله أخضرناه إلى أرض الوطن. أشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قدم تعازيه لكل عائلة حماني. Merci aussi le président Tebboune d'avoir fait ses condoléances à la famille Hamani. قالوا له بدل الجنسية باش يمثل فرنسا، قال لهم لا لا. ونشهد باللي اللي ناسيوناليست يحب الجزائر ومثل الجزائر. واليوم فقدنا الله يرحمه حماني، ما نقدرش نسوه. ما مات بصح هنا في أذهاننا مازال حي. أنا عندي راه حي ما نقدرش نسوه. أنا أعزي عائلة لوصف حماني وعائلة الرياضية الجزائرية وخاصة عائلة الملاكمة. لوصف حماني برحمة الله يعني رحمه عليه، اللي كان خلى أثر كبير في الملاكمة الجزائرية وكان جلب عدة ملاكمين لهذه الرياضية. أعلن الدولي الكاميروني السابق سامويل إيتو ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الذي أصبح شاغرا عقب إلغاء رئاسة سيدو بومبو نيجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية. ويأتي ترشح إيتو في ظل الأزمة التي يعاني منها الاتحاد الكاميروني منذ عدة أشهر، حيث يعول نجم برشلونة السابق على إعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية، خاصة وأن بلاده مقبلة على احتضان كأس أمم إفريقيا جانفي المقبل. إلى الثقافة الآن، حيث أصدرت نقابة والمهن الموسيقية في مصر قراراً بمنح 19 مطرباً من المشاركة في المهرجانات الشعبية، كما سحبت تصاريحهم السنوية للغناء. وجاء قرار النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين نشاطهم وعدم اجتيازهم الاختبارات الخاصة بالانضمام إلى النقابة. ماذا يحدث بمصر حول الأغاني الشعبية في المهرجانات؟ المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى يعتبر أنه لكي يؤدي المطرب دوره لابد أن يكون عضوا في النقابة، وأن الممنوعون ليسوا أعضاء ولا يتبعون لها، ولا بد من ضبط الإيقاع الخاص بالعمل ومنع أي شخص من الغناء طالما كان غير مستوف للشروط. ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء حمو بيكا، حسن شاكوش، ومجدي شطة. ومن شروط الانضمام إلى النقابة اجتياز الاختبارات التي يحكم فيها كبار ونجوم الصناعة الفنية، فاللجنة وحدها هي من تختار من يكون عضوا ومن يرسب. من جهته يؤكد علاء سلامة مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر أن البلد يواجه خلال السنوات الأخيرة حربا كبيرة ضد هذا اللون من الغناء، والذي لا يصح أن يكون الواجهة للغناء المصري. هي خطوة من جانب النقابة لإنقاذ الفن والساحة الغنائية المصرية، ومحاولة لسد الأبواب أمام الساعين حسبها للعبث بسمعة الفن المصري. بهذا الخبر الثقافي نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.